أخي زياد، من 28 عام من محل صغير على طريق سلوى اليوم إلى شركة مدرجة، حدثني عن شعورك عن هاي اللحظة اليوم. والله شعور بالامتنان، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة وعلى أن وصلنا إلى هذه النقطة اللي كنا نتمناها ونحلم فيها بصراحة. يعني من أكثر من 10 سنوات من بداية الشركة بدأت تتوسع وتعمل مشاريع، عملنا مشاريع في عمان من 10 سنوات طبعا، فكرنا بهذه اللحظة وخططنا لهذه اللحظة والحمد لله وصلنا. توقعتوا كمجلس إدارة أنه السهم يرتفع 30% في أول يوم؟ لا والله بصراحة، احنا حطينا سعر السهم كان متحفظ شوي على أساس نعطي مجال للمستثمر الجديد أنه يجني أرباح معانا وأنه يرتفع السهم ويستفيد من ارتفاع السهم. طبعا احنا توقعنا أنه 10-20%، بس 30% لا والله ما توقعنا. ممتنين ونحمد الله عز وجل ونشكر صراحة ثقة المستثمرين اللي وثقوا فينا، وإن شاء الله نكون قد هالمسؤولية بإذن الله. ما بتشوف أنه سنة ونص لإدراج الشركة في سوق ناشئ وقت طويل؟ والله وقت طويل طبعا، سوق قطر سوق يعني ليس بكبير جدا، يعني احنا خاصة بالأسواق للشركات الناشئة. طبعا تجربتنا كانت شوي طويلة، واجهنا مشاكل تقنية في مع الأوديتر وكذا، لكن لله الحمد يعني تجاوز المشاكل. وبصراحة الهيئة جدا متفهمة، يعني سمعت معانا وقعدت معانا وسألتنا إن كيف يتطور أو كيف ممكن يتقصر، يعني نعمل نختصر هذا الوقت إلى أكبر درجة ممكنة. وإن شاء الله أتوقع أن بإذن الله الشركات الجاية التي ستدرج في المستقبل ستستفيد من خبراتنا ومن الأخطاء اللي إحنا مرينا فيها. أنتم قيمتوا الشركة على آلية ديسكاونت كاش فلو حتى التدفقات النقدية، بالتالي ما هو متوقع معدل النمو خلال السنوات 5 المقبلة؟ والله احنا اعتمدنا كذا ميثود على اساس او كذا طريقه لحساب قيمه الشركه للخمس سنوات القادمه. باذن الله احنا ما اخذنا بالاعتبار اي توسع خارج قطر، اخذنا بالاعتبار فقط المشاريع المحليه. فان شاء الله التوسع خارج قطر باذن الله في السعوديه بالاخص، يعني باذن الله ان شاء الله يعني راح يستفيد من المستثمر الجديد باذن الله، ويستفيد من الارباح اللي ان شاء الله نتمنى ان يعني نحصل عليها في المملكه العربيه السعوديه. انتم بعتوا 10% ل 20 مستثمر، المفروض تتخرجوا ب 30 لتتحولوا للسوق الاول، ماشيين بهذا الاتجاه؟ نعم احنا ماشيين بهذا الاتجاه. طبعا احنا عندنا الى 30% من الاسهم نقدر نبيعها في اول سنه، غير عن 10% اللي اوريدي احنا بعناها على 20 مستثمر. فاحنا طبعا ماشيين بهذا الاتجاه، طبعا بنشوف السوق كيف يعني يتفاعل مع سعر السهم ومع ارتفاع سعر السهم او انخفاض سعر السهم، فبنشوف كيف نطرح وكميه الطرح مع نواكب يعني الطلب من السوق. يعني قراءتكم توجهكم انه اي توزيعات حتكون نقديه ولا حتكون زياده اسهم او راس مال؟ والله الحين يعني من يعني الوقت يعني جدا مبكر للافصاح عن هذا الشيء، احنا للحين احنا في بدايه في النصف الاول من السنه، فان شاء الله بالربع الاخير يعني تتبين عندنا كيف راح تكون توزيع الارباح وكيف راح تكون، هل راح تكون اسهم ونقدي او تكون بس اسهم. بس اللي اقدر انا اقوله ان لله الحمد في الاخر 10 او 15 سنه الماضيه الشركه دائما كانت توزع ارباح، وان شاء الله نتمنى باذن الله ان يستمر هذا الشيء في المستقبل.